بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عن أبي هريرة، عن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أتاهم فقال: يا إخوته، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. يورر زما فبرر أبو سفيان صحابة ما يرى عبويا كتخر يعني شو صاعكو سلمان راسو هيبر بلال فدكو جاهلية دي وقت جاء حتى يفرح اشتغب كما آخر إذا كسبو قبل كيا أبو سفيان طبعا قلت له يا أغار يعني وقب فيفاشم فدو ويحق يعني قب أجحاف يعني وش فاير وش غب زرفون فدو أبو بكر زي أم زي أغار أشتو يشوا قريش خو عبود حماتو يا أبو سفيان أشتو بدو شيء يقرب يعني طبعا جاء يكتم سافو أبو بكر قام بارم يدش قب جاور أخوف لي وتعمر مشترى أغاتي ودرى سوي بصعمي خو أغار حماتا طبعا جاء قري أغار يا أبو بكر يا بل كي بقى بجغر يأفتو زعبو اشتري بقى بجغر خو زخرام كذي أهري بلال دخرا باقوا بجغر خو زخرام يا تحري باقوا بجغر يا طبعا جاء قري خو سيش نقش أخري يا أو سي شكر خذ بقى بجغر زي بقى كي أعطي خس واحد جاء لا يا حمط في غار حتى بقى بجغر يعني مش جاء حديثات قصدك شعرات صفيرة عكر يعني صفر قزر على ورقة أقدام خير يعني بخاد آخر عن قوت صفنا جفتو زرعة آخر ودرر زيب درم سيد قريش بس يبقى مدرم قي شكرات حميد أشجع أبو بكر ري بترو يعني يادوك شيء آخر يبقى أرى يعني مخرب باب جرعة ما تحر تحر وارد باب جرعة فزود حم تطلع إما كرمكم عند الله أتقاكم يعني حميد أشجع نحكي آخر نحيو تحشتن غا تقوى زهرة أبو بكر يبزر متواضع از گور از خون زن که بگم دارم یه وقتی جریا بده دو شرعم زی اره رخوان گیر عسیری تر زی ازی غفر زی غش خیرات نه یه پو مسامح است که شن خز رو گاب جریا یا وقتی که فداشون دختر زد عاصم دعو در خمی زرع عنرب تو گاب جریا بگی قفت دعو یه پو بسمنم گوزی شرب از گوری بخوری نو رختب بسمنم دارک رابی کم صلوات. صلوات.